لك على تجربتي مع بلاك هورس، يمكن اكتر من 8 سنين او 9 سنين شغالين معاهم. انا جربت محلات كتير وجربت محلات جمله كتير، بصراحه ما لقيتش احسن من بلاك هورس اتعامل معاه، كجوده، كمنتج، كاسعار. الناس النهارده احنا في بلد يعتبر يمكن تقريبا تلتينها ارياف بتدور على السعر المرتاح او الحاجه اللي كويسه. بلاك هورس ده ضمان وسعر مش تقدر تلاقيه في محلات تانية. ميزة عن المحلات التانية او الشغل التاني ان هو عنده جودة وعنده سعر كويس. بلاك هورس دي امبراطورية. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نواكب السوق باسعاره، بس برضه بنرجع للخامات في الاخر هي بتصب في اسمنا احنا بلاك هورس، فطبيعي ان انا ادور على حاجة تشرف الاسم كمؤسسة. الحمد لله احنا شغالين من على الخطوة دي، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحط جودة داخل الشغل تكون يعني فيها افضلية، فيها رغبة من العميل. احنا بندور على العميل المستهلك الاخير اللي هو هيجرب شغله، فده رد الفعل ده بيعود علينا يعني. فمن هنا احنا الحمد لله بنحاول على قد ما نقدر نواكب الامور بين دي وبين دي. الحقيقة ان بلاك هورس يعتبر افضل محل قطع غيار في مركز الحسينية، من حيث جودة شغل، من حيث أمانة، من حيث كل حاجة. بصراحة يعني ناس تشرف بصراحة في مركز الحسينية. أحلى حاجة في منتجات بلاك هورس صراحة كل حاجة، من جرابات، من شواحن، من سماعات، من داخلي، من خارجي، كل حاجة ممتازة. كان في أي حاجة هم الأول بصراحة، يعني كل حاجة هم الأول، فاي حاجه باخدها. انا حاليا يعني باجي اخد وليكن نص جهاز بجربه مره واحده، اروح عندي في المحل اركب واسلم الزبون، مفيش زبون بيجي يقول لي النص بيعلق، النص بيعمل خطوط، مفيش الكلام ده. فهي بصراحه الجوده بسم الله ما شاء الله. فاحنا هنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفيد زبائننا، نفيد الصغير والكبير، اللي لسه مبتدي واللي لسه اللي عنده جمله. احنا هنا مؤسسه بنبيع لجمله الجمله، عندنا المنتجات بتاعتنا باسمنا، بنحاول نرضي الزبون على قد ما نقدر، بنحاول نديله المنتج اللي يمشي معاه، ما بنحاولش يبقى بيع وخلاص، بنحاول ان احنا الوصل اللي شغال نديها له، اللي عندي في اللي شغال نديه له، الشاحن، الاكسسوارات، الشاشات، اي حاجه عندنا تخص بلاك هورس. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسعد الزبون قبل ما نسعد سيادتنا في المكان اللي احنا عاملينه. كل شغلهم نظيف، الداخل والخارجي كل حاجه عندهم نظيفه وبضمان. منتج جميل جدا، انا بستعمل منه وبشتغل منه، وحاجه ما شاء الله عليها، حاجه محترمه، بيختاروا افضل شيء ويجيبوا لنا ويقدموا لنا هنا. وفروا لنا البضاعه اللي كنا بنجيبها من الزقازيق، كنا بنجيبها من القاهره، وفروها هنا باسعار افضل من الزقازيق وافضل من القاهره. كصاحب محل لما يجي لي زبونه او اي حاجه، انا بشتري الزبون بان حاجه اديله حاجه مضمونه علشان يلف ويجي لي تاني. فعلشان كده انا باجي من اخر الدنيا مشوار اكتر من 60 كيلو او 70 كيلو علشان خاطر اشتري كل شغلي او اي حاجه ناقصاني او اي حاجه حلوه اجيبها من بلاك هورس. الجوده اولا وبعدين السعر، يعني جوده المنتج وسعره، دي اللي احنا اشتغلنا عليها عشان طبعا رضا العميل. العميل بيدور على الجوده والسعر برضه في نفس الوقت، فدي الحاجه اللي احنا اشتغلنا عليها باذن الله. احنا هنا دلوقتي في قسم الداخلي، قسم الشاشات، اللي دايما اغلب مشاكل الصيانه بيكون هو الشاشات، فبنحاول نختار للعميل بتاعنا اعلى حاجه واعلى جوده واعلى شاشه. عندنا في بلاك هورس هنا بنوفر لكل عملائنا شاشات اصليه باسعار خارج المنافسه، بره السوق خالص. عندنا الشاشات الاصليه، الشاشات كلها توكيل، بتيجي من التوكيل، خلع اصليات بنبيعها. العميل بتاعنا ما بتعملش مشاكل مع الزبون بتاعه، العميل بيستلم تليفونه اكن التليفون راح التوكيل وطلع من التوكيل بسبب الشاشات اللي احنا بنوفرها. سعرها كويس جدا مقارنة بأسعار الضمان أو أسعار التوكيل. بنحاول على قد ما بنقدر نراعي في شغلنا إن احنا نختار أعلى جودة، والسعر دوت بنحاول برضو على قد ما بنقدر نقلل في السعر، بحيث إن العميل دلوقتي مش مستحمل إن هو مثلا يروح يشتري تليفون، فهو عايز يروح عند بتاع الصيانة، بتاع الصيانة ده بيتعامل معانا. فلما بيجي فن الصيانة عندنا المحل احنا عايزين نديله دلوقتي الشاشة بأرخص سعر وبأعلى جودة، وده دايما اللي بيختاره وبيدور عليه صاحب المحل، ان هو ياخد شاشه ما تعملوش مشكله مع العميل، ولا التاتش يعلق، ولا الشاشه الوانها وحشه. فدايما بنختار له حاجات التوكيل، الحاجات الاصليات ديت، الحاجات اللي بتيجي من الضمان مباشره. موجود جميع التشكيل في السكرينات، وكله متاح ان شاء الله، وباسعار ممتازه واسعار زي الفل. جوده منتج مفيش بعد كده،
معاملهم بقى لنا حوالي 5 أو 6 سنين. مسيطرين، ناس مسيطره صح، وامانه واحترام، كل حاجه حلوه في بلاك هورس. ما بيستغلكش، بيحسسك ان هو قلبه عليك، يعني قد ما بيقدر بيتعامل معاك، ما بيظلمش نفسه، ما بيظلمكش. احنا عندنا جرابات كامله، تشكيل كامل من الالف للياء، جميع الموديلات بتاعت الجرابات، في شفاف على حسب الماركات بقى، وفي للايفون تشكيل كامل للايفون وبسعر مناسب جدا وجوده عاليه. العروض اللي عاملاها بلاك هورس انت مش هتلاقيها في السوق اصلا، لما اجيب منتج بثمنه وابيعه بنفس الثمن بتاعه انت مش هتلاقيه في مكان تاني، خصوصا ان احنا في ايام دلوقتي زيادات، في دولار عالي، في دولار عالي، الدوله فيها كل واحد طبعا ماشي في مجاله، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسعد الناس ان احنا نديهم منتج قليل في السعر وفي نفس الوقت جوده عاليه. لا العروض كتير، العروض على صبات، العروض على هاند فري، العروض على شواحن، العروض على وصلات، العروض على ديسك توب، العروض كل حاجه تخطر على بالك من صبات من كبير لصغير موجوده في بلاك هورس، عليها عروض لمده 3 ايام، وده دايما بنعمله كل فتره بحيث ان احنا نعوض زبائننا بالحاجه الاحسن ليهم. لحد دلوقتي بنبيع باسعار السوق القديمه مش الجديده، يعني لحد اللحظه اللي احنا فيها دي بنبيع باسعارنا، يعني ما زودناش مثلا نص جنيه، ما زودناش جنيه، ما زودناش 2 جنيه، لا بنبيع باسعارنا لان احنا عارفين الزباين، عارفين عملائنا، التجار اللي بيجوا ياخدوا مننا، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرضيهم ونديهم برضه على قد المبيعات بتاعتهم. اتقابلنا قبل رمضان وعدى فتره 7 8 شهور، والحمد لله في ال7 8 شهور دول طورنا من نفسنا كتير وزودنا برضو براندات كتير للشغل بتاعنا، جبنا اكتر من 5 6 انواع كابلات ونوعين شاحن، من ضمن الشواحن عندنا شاحن 3 امبير كوالكوم 3 بيدعم فاست، بيعلم فاست على الهواوي وعلى الاوبو، وطبعا الشغل النهارده لما باجي افرج الشغل بتاع للزبون ما بفرجوش من بره، بفتح له زي ما حضراتكم شايفين كده الكابل من جوه، بوريه له كام شعره نحاس، بوري له النحاسه كام ملي، لان انا الشغل صنعه بنفسي وعارف ايه اللي موجود فيه جوه. الشغل مثلا كابل زي ده كده فيه نحاس من بره وفيه خيط وفي فرده فيه للارضي عشان افرغ الكهرباء اللي فيه عشان ما يضرش التليفون، وطبعا ده كله بنعمله عشان خاطر زبائننا يكون واخد المنتج وهو واثق فيه، لان طبعا الزبون النهارده صاحب الزبون اللي هو المستهلك القطاعي بيدخل المحل بيقول للزبون انا عايز الكابل اللي عليه الحصان او الشحن اللي عليه الحصان، طبعا الحته دي ما حصلتش من فراغ، حصلت بعد معاناه وبعد مجهود وبعد حاجات خسرناها وبعد حاجات ان احنا بنصحح في المسار بتاعنا، والحمد لله ان دي من اسباب نجاحنا، توفيق من عند ربنا الحمد لله، ومع بلاك هورس انت الافضل.